لبيك لبيك يا أقصى. صورة أخرى عن المسيرات الغربية المنهضة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي من فكت تتواصل منذ نحو أسبوعين على أعتاب البيت الأبيض. وقف آلاف المتظاهرين منددين بجرائم الكيان المحتل بحق الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حراً، ولم يبدأ هذا العنف بل تم احتلاله، قضيته عادلة. أردت أن أكون هنا اليوم مع جميع الداعين إلى إنهاء الحصار على الفلسطينيين في غزة. مشهد لم يختلف كثيراً عما تعيشه عدد من العواصم الأوروبية، مظاهرات غاضبة شهدتها عاصمتي بريطانيا وإيطاليا. ينتفض ساكنة لندن وروما ضد الدعم الدولي للكيان الصهيوني الذي يمعن في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. إسرائيل تنفذ جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية هناك، والمجتمع الدولي لم يتحرك. وإذا كنا قد وصلنا إلى هذا الحد، فإن المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق المجتمع الدولي وصمته، لأن ذلك الهجوم في غزة كان متوقعاً ولم يتم فعل أي شيء لمنعه. الحال نفسه في أمريكا الجنوبية، شعوب القارة لم ترضى بالظلم المسلط على الفلسطينيين. بصوت واحد يهتف المتظاهرون في الأرجنتين والأوروغواي والبيرو بضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر. نحن في حالة صدمة لما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية قاسية بمرافقة وتمويل الولايات المتحدة، وذلك منذ أن قدم الرئيس بايدن نفسه إلى فلسطين المحتلة بغية تقديم دعمه لمواصلة الإبادة الجماعية. شعارات وأخرى صدحت بها حناجر الغاضبين في كبرى العواصم الغربية، وذلك غيظ من فيض تنديد عالمي بجرائم الكيان الصهيوني الغاشم في حق شعب فلسطيني أعزل يدافع عن أرضه ووطنه.